السلام عليكم البنات، اليوم قدمت لكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى هي البطبوط، والوصفه الثانيه هي المسمن. انا كندير مسمن بالزيت وكندير البطبوط بالزيت وكنديرو في الكوم. نتمنى انكم تتبعوا الطريقه من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال النجاح ديال البطبوط وديال المسمن. هذه تحت طلبات ديال الصديقات ديالي، اللي عندي شي صديقات اللي متيعرفوش يصايبو، ما كيصدقش ليهم البطبوط، وطلبوني انني نديرو ليهم. كندوز المكونات ديال البطبوط. عندنا الملحه، عندنا خميره فوريه ديال العجينه، عندنا شويه ديال السكر، عندنا معلقه ديال الزبده، والماء دافئ بطبيعه الحال. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الاصفر او الفينو، ونص كيلو ديال الدقيق الابيض. غادي نفلو هذا الدقيق الاصفر. اللي ما عندوش باش يعبر كيدير جوج ليف جوج ليف، غربلو الدقيق الابيض حتى هو. صافي، بعد ما غربلنا البطبوط ديالنا غادي نخلطو المكونات بجوج. كنديرو معلقة ديال الخميرة الفورية أو الخميرة المعجونة اللي عندك. كديري شوية ديال السكر سنيدة، غير شوية باش كتفاعل لينا الخميرة وكيخمر لينا بسرعة. نديرو الملحة، الزبدة كنخليوها هي الأخيرة. بسم الله على بركة الله. من بعد ما جمعنا العجينة ديالنا ها هي، غنديرو معلقة ديال الزبدة. كنحاولو أننا نبقاو ندلكم حتى كتدخل لينا هذيك الزبده مزيان في البطبوط ديالنا. هاد الزبده هي اللي كتعطي واحد كيجي رطب من الداخل، وكيجي محلول، كيجي منفوخ. ملي تطيبو كيتنفخ ليكم. ها هي العجينه ديالنا، هانتوما كيفاش كتولي بعد ما دلكناها، عطيناها هاد الدلك مزيان نيت. دابا غنديروها فواحد الاناء ونخليوها حتى ترتاح شويه بالمعجون المسمن ديالنا. دابا هذه العجينه ديال المسمن ديالنا، كنحتاجو ليها الفينو، زلافه ونص ديال الفينو، وزلافه ونص ديال الفورس، الدقيق الابيض. غنغربلو دابا الدقيق ديالنا. غنقول لكم الطريقه والمكونات في نفس الوقت. كنديرو كنخلطو بعدا المكونات ديالنا مزيان. كنديرو خميرة عفوا الملحة، ملحة، كنديرو شوية ديال الخميرة فورية غير شوية. صافي، هادو هما المكونات، ودابا غادي نعجنو. كنجمعو العجينة ديالنا ونرجعو ليكم. كنحاولو ندلكو العجينة ديالنا مزيان. كتعرفو المسمن انه كيبغي الدليك. هانتوما كتشوفو العجينة ديالنا، هاهي دلكتها مزيان ديال المسمن. غنحيدها دابا، غنخليها ترتاح وغنحيد المسمن، غنحيد العجينة ديال البطبوط، غنحطها هنا وغندير هادي في بلاصتها ونخليها ترتاح حتى نقرصو البطبوط ديالنا، عاد ندوزو للمسمن. بسم الله، دابا غادي نكورو البطبوط ديالنا.
ونحاولوا اننا نديروا كويرات صغار، حيت حنا غنديروا غير بطبوط صغير ماشي كبير. حنا كاين جو عندك الناس على غفله ولا هادي تلقاي موجود، بلا ما تفكري شنو خصك ديري وشنو خصك تبداي تعجني ولا تبداي. هذا كيجي ساهل، كتسخنيه كيجي غزال. هنا كنكور كنكور لكم البطبوط ميسي كنكورو بحال هكا يجينا مقاد. كنرشو شويه ديال الدقيق طبيعة الحال باش ما يلصقش لينا الدقيق الاصفر الفينو، ما ديروش الفورس، ديروا الدقيق الاصفر باش يجيكم زوين. درنا كلشي الكويرات ديالنا ها هما، دابا غنبداو نقرصو ونحطوه نخليوه يخمر باش ندوزو المسمن ديالنا نصايبوه حتى هو. هاد البطبوط راه كيجي زوين بزاف، ديري بيه ساندويتشات في الليل، صايبي بيه اي حاجه. البطبوط ديالنا بعد ما عجناه وقرصناه دابا نخليوه يخمر بالما صوبنا المسمن ديالنا ونطيبوه هذيك الساعه. العجينه ديالنا من بعد ما خفات لينا كنحطوها دابا في القصريه باش نبداو نشكلو الصويرات ديال المسمن. كنضيف خميره الحلويات او بيكن باودر، نص باكيه ديال الخميره ولا 8 غرام مع الدقيق مع الفينو، كنخلطوه باش كيجينا المسمن ديالنا محلول. بعد ذوبت الزبده، جوج معالق ديال الزبده كبار مع كاس ديال الزيت باش غادي نقرص المسمن ديالي. دابا غنبدا نشكل الكويرات. بسم الله، ضروري كنخلطوا الزبده مع الزيت، ما كنديروش الزيت بوحدو باش كيجيونا تجينا ديك البنه ديال الزبده، لان الزبده كتعطي واحد اللذه للمسمن ديالنا. صافي كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا كلشي عاد تنقرصوا. دابا غنبداو نقرصوا العجينه ديالنا على هذا الشكل، كنبسطو مزيان. كاين اللي تيبغي يخدم فوق السطح العامل، انا تنفضل انني ندير في القصريه حيت كتعاون على المسمن باش يتسرح. كنسرحوها مزيان ونرقو بحال هكا، كنضيفو شويه ديال الزبده والزيت، كنديرو دقيق الفينو مع خميره هرشه، كنرشوش بزاف غير شويه صافي، وكنطويو المسمنه ديالنا. كنستمروا على هاد الطريقه حتى كنكملوا كلشي عاد كنبداو نطيبوا. بسم الله، كنحاولوا اننا نبسطوا مزيان المسمنه ديالنا. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش، كاين اللي ما كيعرفش يصايب المسمن، حتى انا تعلمت غير من عند ماما، ما كنتش كنعرف نصايب المسمن. كنسرحو مزيان المسمنه، كندهنو شويه، كنرشو الدقيق، كنديرو المسمنه ديالنا على الطريقه هادي. كنحاولوا اننا ما نقرصوش بزاف، تير ما رقيق ما غليظ بين وبين. دابا غنضيفو في المقله في الطيب، غادي نزيد الثانيه في المقله، تكون المقله سخونه مزيان، نخليوها حتى كتسخن مزيان عاد كنديروا المسمنه ديالنا باش ما يكرمش لينا في المقله باش ما ينشفش. كنحلو المسمنة، كنحاولو أنه ما يتحرقش لينا،
نقص عليه شويه. دابا غنحاولوا نبقاو نديروا له بحال هكذا. انا درت المسمن غير صغير ديال الضياف، الا جا عندي شي واحد على الفلاوله هذه جديد انا غادي نحتفظ به في الكونجيل، دونك غنطيبو غير نص طيبه، ما غاديش نحمرو بزاف، غنخليه بحال هكا كيف كتشوفوا ها نتوما، ما كنحمروش بزاف. من بعد ملي كنديرو في الكونجيلاتور كنجبدو نديكونجليه ونعاود نطيبو، كتسخني المقلة مزيان وكتعاودي تخليه يطيب هكذا، باش الا درتيه الا طيبتيه بزاف وعاودتي سخنتيه كيكرم كيولي قاصح ما كيجيش مزيان، هي من الاحسن انك ما طيبيش بزاف. ها نتوما المسمن ديالنا كيفاش كيجي، دابا راه حيت باقي ما طيبش مزيان كيجي محلول، ملي تيطيب مزيان كيجي محلول كيجي زوين. بعد ما طيبنا المسمن ديالنا دابا غنطيبو البوط، ها نتوما كتشوفو كتبقى دورو فيه بحال هكا باش يطيب لكم مزيان، يطيب من جوانب ويطيب كلو ويتنفخ في نفس الوقت. على الجهة أخرى غنطيبوه، حتى غنطيبوه كامل كنديرو زوج مرة، عندك المقلة كبيرة كديري زوج متحتاجيش أنك ديري. السمن ديالنا ها هو، انا طيبته غير نص طيبه ودابا غنوريكم كيفاش تحتفظوا به في الكونجيل في المجمد. هاد جوج انا طيبتهم باش تشوفوا، انا طيبتهم راجلي باش ياكلهم، عزيز عليه السمن يكون سخون. يلا طيب ها نتوما كيف كتشوفوا محمرين زوينين صغيورين، البطبوط حتى هو ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي غزال وصغيور ومتيول، وكنتمنى انكم تجربوهم مع كويس ديال اتاي مشحر. هانتوما كيف كتشوفوا انا درتو في الطاسي الغذائي محكم الغلق كيتسد مزيان، دابا غنديرو في الكونجيلاتور ونخليه وقت اللي جا عندي شي واحد ولا انا بغيت نجبد ناكل منه ولا هادي نجبدو غادي نديكونجليه ونعاود نطيبو، نسخن المقله مزيان ونعاود نطيبو. شجعوني بلايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشاهية طيبة وفرجة ممتعة.